السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الصحة والجمال في برنامجكم طبيب على الهوى. أما موضوعنا النهاردة هنتكلم عن علاج الأكسجين تحت الضغط أو العلاجات المساعدة. موضوع جديد وموضوع مهم، وده اللي هنناقشه مع دكتورنا الدكتور أحمد سمير، أخصائي البطنة والقلب والعلاج بالأكسجين. إزي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا محمد، اخبارك؟ طبعا هو مجال كبير وانا نفسي متشوق له، ان انا العلاج بالاكسجين بالضغط اول مره اسمع عنه او معروف جدا في العالم، او عاوزين نعرف اهميته. نبدا الاول بتعريفه، ايه هو العلاج بالاكسجين بالضغط؟ تعريف العلاج بالاكسجين تحت ضغط ان احنا بندي للحالات بتاعتنا اللي هو كطب، وهو تعريفه اصلا كطب مساعد، طب مكمل للطب الطبيعي. او اللي هو يعني مثلا انت قلت لي مصطلح تاني واحنا بره اللي هو العلاج المساعد. العلاج المساعد هو انا علاج مساعد للعلاج الاساسي اللي هو بيشتغله الدكتور المتخصص في امراض القلب، امراض المخ والاعصاب، امراض الجلديه. حتى في تخصصات كتير بدات تدخل معانا زي النساء والولاده وامراض أمراض المخ والمخ واعصاب، والنساء والولاده بدات تخش حديثا، في وحالات العلاجات المساعدة. في العلاج انا بساعده، دي علاجات انا بساعد، يعني دي دكاتره انا بساعدها كعلاج مساعد، زي كمان عمليات التجميل وبالذات حالات الوجه والفكين. انا بساعده بان انا بعمل جلسات علاج بالاكسجين تحت ضغط، حاله ان انا بدي الاكسجين ما هو في في فيديو انا عرضه كمان شويه عن علاج طبعا الاكسجين برضه، ماشي كملوا بقى اللي هو ايه بالظبط، يعني التفسير ليه. التفصيل ان انا بعمل نوع معين، ادخال الاكسجين 100% اكسجين تحت ضغط معين لجسم الانسان، فبساعد الحاله من اي مشكله متعلقه بالدوره الدمويه الطرفيه البريفرال سيركوليشن ان هي تبدا تتحسن، والخلايا اللي في البعيده عن المنطقه المركزيه في الجسم اللي هي السنترال اريا تبدا تتعامل طبيعيا بحيويه بفيتاليزيشن. تمام، وامتى بقى ابدا استخدم اللي هو العلاج بالاكسجين؟ العلاج بالاكسجين دلوقتي ليه اكتر من 17 مرض وافقت عليهم الـ FDA اللي هي هيئه الاغذيه العالميه، الاغذيه والادويه الامريكيه، وافقت على حوالي 17، والاعداد دي عماله تزيد يوميا او كل فتره بينزل نشرات توعيه ان العلاج بالاكسجين تحت ضغط مساعد ومكمل لعلاجات كتير جدا وتخصصات تانيه مطلوبه، وهو دلوقتي بيندرج تحت بند العلاج الطبيعي، نوع من يعني زيه هو زي العلاج جزء الطبيعي، زيه زي العلاج الدكتور اللي في تخصصات مش طبيه، زي مثلا دكتور التغذيه اللي هو بيبقى بره مجال الطب بس هو دكتور مساعد او لدكتور دكتور الطب، التخدير. او دكتور التخدير ده دكتور مساعد للتخصص لان هو بيخش العمليه مساعد للدكتور اللي بيفتح ويشتغل ويقطع بايده، لكن احنا في الحاله ديت بنبقى احنا مساعدين للدور الاساسي اللي هم ال 17 مرض اللي احنا بنشتغل عليهم رئيسيين، بنساعد الدكتور بتاعهم ان هو يرجع. منهم طبعا حالات مهمه جدا زي الجلطه الدماغيه، الجلطه الدماغيه دي مهمه جدا، حالات السريبرال بالسي أو شلل وحالات أطفال شلل الاطفال، حالات الاوتيزم اللي هو التاخر النمو عند الاطفال، كل الامراض المتعلقه بضعف الدوره الدمويه مع السكر دي بتتعالج عندنا وأمراض علاجات المخ. دراماتيكيه، امراض المخ ضعف الدوره الدمويه في المخ، زي بدا في حاجه جديده بدات تنزل دلوقتي زي الصداع النصفي. الصداع النصفي ده ضعف دوره دمويه، وبدات ان احنا جالنا منشور بيها من فتره من الاف دي اي ان احنا نبدا نجرب معاه ده بيبقى اصلا البروتوكول سبب بتاعه، الصداع بيبقى نسبة اكسجين قلت في المخ وعدم قدره الدوره الدمويه على استقطاب الاكسجين اللي موجود في الجسم، لان المخ اعلى من القلب وبالتالي الدوره الدمويه بتاعته بتحتاج ضد الجاذبيه، فيها عامل معين جدا ان هو بيشتغل ضد الجاذبيه الارضيه. ومعانا الفيديو برضه هنشرح عليه برضه يا دكتور اللي هو العلاجات المساعدة، هنشوف مع بعض. اي اتمنى ده فيديو مهم جدا في الاكسجين باكسجين مظبوط، الخلايا بتاعتنا اللي موجوده في كل جسمنا مش هتعرف تستفيد من الفيتامينات والمعادن اللي احنا بنستعملها. تمام، بالنسبه برضه للشروط، بس طبعا نشكر القناه على التقرير الجميل ده. وقبل ما ادخل في الشروط برضه بنوه عن حمله الكشف المجاني لاول 5 متصلين. ارجع برضه يا دكتور وفي في تكمله الفيديو هنشوفها تاني. ممكن نكمل شويه نشوف منه شويه صغيره برضه اشرح. فوائد العلاج، يعني بالنسبه بقى لفوائد العلاج يعني للحاله، الفوائد العلاجيه للحاله، الحاله بتستفيد عندي ان هي بترجع عمليه الفيتاليزيشن او اعاده الحيويه لجميع الخلايا التي ينقصها اكسجين، اللي عندها بريفرال سيركوليشن بروبلمز زي ضعف الاكسجين، زي الجلطات الدماغيه،
زي زي ما اتكلمنا على الشلل الدماغي في الشلل الأطفال، الدماغي، جميع حالات الدورات الدموية، الدورات الدموية المصاحبة دي بتبدأ تستفيد من إعادة حيوية لكفاءة بالنسبة الخلايا. لمشكلات الرئة، الناس بالنسبة للناس المدخنين بالظبط اللي هم بطلوا تدخين بطلوا التدخين من فترة، دي من حاجة فترة. مهمة جدا حضرتك بتتكلم عليها يا أستاذ محمد، اللي هو الدخان بيبقى عامل مضاد للأكسجين. بالظبط كده، لما بيوقف التدخين من فترة بدي هو لسه عنده مشكلة في اللي هو السم بيطلع من الجسم او اللي هي ينادون الانتي الاكسجين. اوكسيدنتس، المواد السلبية اللي موجودة جوه الدورة الدموية. فطبعا دور الأكسجين في الحالة دي مفيد جدا، لأنه هيقدر يخش جوه الخلايا الضعيفة ويقدر يشغل الخلايا بحيوية أكتر، فيتاليزيشن أكتر، بحيث إن هي تطلع السميات اللي موجودة. طب بالنسبة بقى لشروط العلاج، او مين اللي المفروض يتعالج، ايه الحالات المعينة اللي تتعالج دي؟ بالنسبة للشروط العلاجية دي حاجة مطلقا في ايد الدكتور المعالج. احنا بنشتغل مع تخصصات طبية كتيرة زي القلب، زي ما قلنا قبل كده، القلب ومخ واعصاب، اطفال، حالات الشلل الدماغي، السريبرال بالسي والاوتيزم بتاعت الاطفال دي كلها هما بيحولوها لنا. حالات بدأنا نتكلم حاليا مع دكاترة امراض النساء في حالات ضعف الانجاب عشان ضعف الاندوميتريوم. بيحصل بروتوكول التعاون مثلا بين الدكتور المساعد او الدكتور مستخدم الاكسجين والدكتور التاني. بالظبط كده، هو بيحول لي الحلقه وبيكلم المركز عندنا عشان نقدر نعمله بروتوكول علاجي، نبدا نتكلم معاه في انا بعمل ايه وهو عايز ايه من الحاله. ماشي، ناخد سؤال ونرجع برضو. الو اتفضل. استاذة شيماء، السلام عليكم، عليكم السلام، ممكن اتواصل مع الدكتور؟ اتفضلي يا فندم. انا عندي ابن اختي عنده 14 سنه وعلى طول بيحس بالزق، وعملنا له أشعة مقطعية اسمه مخ وأنف وأذن ورمد وكده، وعمل ومش عارفين إيه السبب في الصداع الجامد اللي عنده ده. تمام، يعني ودينا الدكاترة كتير مفيش، مش عارفين له علاج بصراحة، ويخبط في دماغه والضعف فظيع، يعني مش عارفين إيه السبب، فعايزين نعرف حضرتك. تمام يا فندم، متشكرين جدا. هو طبعا مشكلته صراحة والسكنات مش نافعة كمان معايا. حضرتك عملتوا أشعة مقطعية للحالة؟ عملنا أشعة مقطعية وعملنا رسم مخ وكشفنا عليه وأنف وأذن وعيون وكل حاجة. يعني نقدر نكسكلود نستثني الجيوب الأنفية وحالات الحساسية المزمنة وعمل التحاليل كلها، هم عمل عملوا كل التحاليل كلها. التحاليل وكده، مفيش، مش قادرين يوصلوا لسبب. احنا في الحاله دي احنا نقدر نتعامل معاها في المركز، بحيث ان احنا نقدر ندي الاكسجين للحاله زي كده بمعدلات طبعا لازم تدرس كويس ونعمل لها البروتوكول العلاجي، ونقدر نشوف الصداع دوت السبب الأول مرتبط بحاجه بان احنا ندي اكسجين عالي ولا لا، لان هو زي ما لسه كنا هو كل بنتكلم. اللي بيتحط في الغرفة مثلا، ده هنتكلم بعدها كمان شوية، اللي هو موضوع الغرف، كل اللي بياخد أكسجين معين بياخد بدرجات ولا كلهم درجات لا، متساوية؟ الأكسجين بدرجات ثابتة، لكن اللي في الغرفة. الضغط اللي حوالين الغرفة بيختلف من حالة لحالة، وده اللي أنا بقدر أتغير فيه وبقدر أعمل بروتوكول بناء على الدكاترة اللي طالبينه من في الحالة بتاعتها، ما ده اللي هنتكلم فيه، اللي هو موضوع الغرف. هنعرف كمان نوع فيديو، الغرفة ونوع الضغط اللي أنا ده اللي بعمله هنعرف فيه. فيه كمان شوية، هنعرف فيديو بس نتكلم عن الغرفة، غرفة الأكسجين تحت الضغط مظبوط، في اللي هي غرفة أحادية وفي غرفة مالتي اللي هي بتبقى مجموعة أشخاص مع بعض، كراسي مختلفة. بنقدر برضو بنتحكم في البروتوكولات بتاعتهم ونقدر نعمل لهم الجلسات العلاجية، لأن دي جلسة كبيرة، جلسة بتاخد من ساعة لساعتين، جلسة مش سهل إن أنت تطلع بره الغرفة وترجع الساعتين أنت قاعد جوه، فبنبقى محتاجين نعمل توافق مجموعاتي مع بعض وتوافق علاجي مع بعض، يعني نوعين من دي الطوافق. الغرفة الأحادية، دي المجموعات، دي ودي المجموعة. ودي السائدة في مصر، لأن في مصر الغرفة الأحادية صغيرة شوية والناس بتحس إن هي مخنوقة منها، لكن الغرفة الجماعية بتبقى فيها مش هنشوف الفيديو يا دكتور اتفضل وهنتكلم هنشرح فيها برضه. بالظبط كده، وبيشرح له لا فيها كمان حاجات. اصل حضرتك ده نازل انت اعماق، فانت بتنزل لازم تبلع ريقك بطريقه معينه، ممكن تاكل لبانه وانت نازل او تمص اي دي توفي. تعليمات دي إرشادية. تعليمات ارشاديه للنزول والطلوع، وانت طالع وانت هتنزل في تعليمات وانت طالع في تعليمات، لان طبعا الحاجات دي بتبقى فيها الضغط حوالين الودان بيبقى فيه مشكله خطوره يعني، فلازم طبعا الفني بيشرح للحاله كل التعليمات اللازمة للنزول والطلوع.
طب امتى بتستخدموا الغرف الاحاديه وامتى بتستخدموا الغرف الثنائيه؟ الغرف الاحاديه غالبا بنستعملها للاطفال، حالات الشلل الدماغي وحالات الاوتيزم اللي هي ضعف النمو عند الاطفال، دي غالبا بنستعمل لها الغرف الاحاديه. الحالات الكبيره بيبقى عايز يقرا، عايز يتفرج على التلفزيون، عايز يشتغل على حاجه معينه في الوقت اللي هو داخل فيه الغرفه اللي هي ساعتين، فغالبا بيخش المالتي تشامبر روم. يعني بالنسبه برضو للعلاج الاكسجين تحت ضغط، او ازاي حضرتك بتحضر للحاله، عن اي اساس بتحضر الحاله اللي قدامك؟ بحضر للحاله ان انا ادرس جميع مع دكتورها طبعا بالرجوع للدكتور المعالج ليها، جميع الامراض اللي عندها، جميع العلاجات اللي بتستعملها في نفس التوقيت اللي انا بديلها الجلسات. الاول لازم بتعمل تناسق مع الدكتور المعالج ليها الاول، عشان ما ينفعش انا عندي شلل الاطفال او ادخل على طول الغرفه. مظبوط، مستحيل، ما ينفعش، ده حاجه ضد اخلاق المهنه، ان ما اقدرش اخد الحاله والدكتور بتاعها ما يعرفش، لان هو ممكن يكون مدي علاجات تتعارض مع الغرفه، تتداخل جدا مع الغرفه. هو في ممكن علاجات تتعارض مع الغرفه اصلا؟ اي ادويه بتزود الدوره، بتزود الدوره الدمويه، تدفق الدم في الدوره الدمويه، دي بتعتبر مش متعارضه، هي متداخله، كلمه متداخله اقوى، لان انا بقدر لازم نعمل لها ري اساينمنت، يعني اعاده كميات مع الدكتور بتاع الحاله. انا المفروض في كمان شويه برضه هنعرض فيديو اللي هو ازاي احنا بندير بقى الجهاز، او في فيديو اللي هم الاثنين. الحاله بقى وهي قاعده جوه الجهاز بيبقى شكل الحاله ايه؟ بيبقى شكله ايه؟ بيبقى شكله ايه وبيقدر يضيع وقته ازاي؟ بتلاقي بقى التصادقات بتتكون جوه الاجهزه. انا بتكلم برضه على التدخلات مع الدكتور جميل. بالنسبه بقى للاثار الجانبيه، ايه الاثار الجانبيه لغرف الاكسجين؟ احنا بقول لحضرتك احنا من العلاجات الامنه جدا او العلاجات المساعده الامنه جدا، ما عدا بس ان ممكن تعمل زياده الضغط على الاذن الوسطى، بتعمل ساعه النزول والطلوع اثار جانبيه زي التهابات بقى في الاذن الوسطى او في الجيوب الانفيه، ودي طبعا بنبقى احنا متقينها بان احنا معلمين المريض او الحاله بتاعتنا ازاي تنزل وتطلع، وبيبقى في حبه حاجات الفني بيقعد يسال العيان عليها قبل ما يخش، قبل الحاله بتاعته قبل ما يخش. ايه المعلومات بقى اللي هو الفني او حضرتك بتطلبها من المريض قبل ما قبل عمليه الاكسجين؟ كل مره قبل الجلسه دي بقى بسال هل في اي امراض برد، انفلونزا، جيوب انفيه محتقنه، هل في اي جرعات علاجيه اتنست ولا لا؟ برده حاجه مهمه جدا، هل في امراض في الاذن الوسطى ولا لا؟ جرعات العلاجيه المنسيه او الانسولين المنسي، دي مهمه جدا وبتعمل لي مشكله كبيره جدا في الحالات بتاعتنا، لان عندنا عدم وعي من الحالات بان احنا لازم نثبت مواعيد العلاج. حضرتك لما تاخد ميعاد علاج لازم تمشي عليه، لازم تاخد الساعه 8 يعني الساعه 8، ما ينفعش 8:30، ما ينفعش بكره بقت 9، ما ينفعش بعده بقت 10، وهكذا لحد ما انت الميعاد بيتغير. في ناس يقول لك مثلا ما جاتش على ساعه وجاها، فالساعه دي بتفرق اصلا مع الدكتور، حاططها على اساس معين. بالظبط كده، الساعه دي بتبقى بتفرق على الدواء مش على الدكتور، والدكتور قايل له لان بعد الساعه دي بعد الميعاد بتاعه المفروض الحبايه يحصل فيها تفاعل كذا كذا، انتهت الحبايه من جسمك، وبالتالي انت بتبني من اول وجديد لما تسيب ساعه في العلاج. طب ازاي ممكن مساعده الاكسجين تحت ضغط بيعالج اصابات الدماغ او السكته القلبيه او السكته الدماغيه؟ الاكسجين تحت ضغط بيوصل للخلايا، لما بنديه تحت ضغط بيوصل للخلايا بقوه اكبر بكتير من القوه الموجوده الطبيعيه، وبالتالي يعمل ريفيتاليزيشن، اعاده حيويه للخلايا، بيخلي الخلايا تتنفس احسن، ويخلي احنا طبيعتنا كبني ادمين ان احنا لما نخش في اوضه وجواها نظيف وتبقى قاعد كده ريلاكسد شويه، يعني مستريح، بتلاقي نفسك فقت شويه. نفس النقطه في الخليه، الخليه قاعده تحت ستريس كبير جدا، تحت ضغط كبير جدا، لما اديها اكسجين تحت ضغط الخليه نفسها تبدا تتفاعل احسن، هيبدا الخليه الدمويه بتاعتها تتفاعل معاها احسن، الاكسجين لما يوصل ده الدواء الاكسجين هو قدره الخليه على استعمال الفيتامينز والمينرالز الفيتامينات والمعادن لبناء خلايا جديده وحيويه جديده، وبالتالي بنعيد للخليه حيويتها وكفاءتها. طب الامراض اللي بيعالجها الاكسجين او الاكسجين تحت ضغط؟ ايه حالات كتير جدا زي ما قلنا، شلل الاطفال او سكرات دماغيه، عايزين حالات برضو جديده، الحاجات اللي انضم جديده، حالات بقى كل الامراض الارهاق المتعلقه بامراض الشيخوخه، زي مثلا حاجه اسمها انترميتنت كلوديكيشن، في ناس كتير جدا بتشتكي لنا من ان انا لما بمشي لمده مثلا 5 دقائق عضلات رجلي من تحت بتقف جدا عليا، وبضطر افضل واقف لمده دقيقه وارجع تاني، دي حالات اسمها المشي التقطعي، ودي بدات جالنا بيها منشورات وبدانا نشتغل عليها كتير جدا. حالات برضو الدوخه للمرضى كبار السن اللي عندهم ضغط، دي بقى دي الحالات انضمت جديدا حديثا للمجموعه بتاعتنا، وبدات ناس تجينا، هو الحاله دي ما عندوش مشكله او ما بيروحش للدكتور، هو بيجي لنا احنا عشان نبني له علاج تفاعلي مع المرضى اللي ممكن يبقى مرض عنده
او العرض اللي ممكن يبقى مرض عنده. طب على اي اساس بقى اللي هو مشكله الشلل الدماغي الاطفال بتصنف الحاله ازاي او بيتم تشخيصها ازاي؟ ازاي بيتعاون مع الدكتور؟ حالات الشلل الدماغي للاطفال بتبقى متحوله ليا من دكتور اطفال طبعا متخصص يعتبر هي اساسا في ومشخصه الاكسجين وكده. بالظبط كده. الضعف بتاعها الاكسجين اللي داخل في الدوره الدمويه برضه الدماغيه، وبالتالي ببدا اتكلم مع الدكتور ونبدا نشوف نوصل. هو طبعا الدكتور بيحدد البؤر اللي محتاجه تفاعل اكسجين قوي، وببدا انا احدد الجلسه بتاعتي وضغط الاكسجين بناء على التدهور في الخلايا الدماغيه اللي الدكتور بتاع الاطفال محدده. ببدا انا احدد البروتوكول بتاعي على هذا الكلام وابدا اناقشه مع الدكتور، وبعد كده الدكتور هيبدا يتفاعل معايا كل 10 جلسات بان هو يعمل اعاده تقييم للحاله عشان يبدا بعد كده ابدا اوجه علاجي. هل علاجي ماشي صح ولا ماشي ان انا محتاج ازود ولا محتاج اقلل؟ كل ده بالتعاون مع الدكتور في كل 10 جلسات بنقدر نغير نوعيه تقييم العلاج اللي معطى للحاله، وده بيبقى بين المركز عندنا وبين الدكتور. طب بالنسبه لحضرتك كفني لازم يكون الدكتور المختص بتاع الحاله يكون لازم يكون واقف معاك؟ لا لا خالص، احنا بنتفق على بروتوكولات علاجيه او بيتفق العلاج بس وكده. بنتفق على الجرعات العلاجيه، وبيكون هو عنده الحاله المرضيه بالظبط دلوقتي ايه. بعد فتره من الجلسات بنبدا نعمل اعاده تقييم، ونبدا الدكتور هو نفسه اللي يقول لي الحاله اتحسنت قد ايه. هو اللي بيقول لي مش انا اللي بقول له، لان انا ما اقدرش اتدخل في علاجاته. هو يقول لي تحسننا بنسبه 10% بعد 10 جلسات، يبقى انا محتاج كام جلسه؟ محتاج ازود مثلا الفتره او ازود الجلسات، وبالتالي ابدا اعمل بروتوكول تاني للحاله. الدكتور قال لي لا ده احنا اتحسننا 50%، فمعنى كده ان احنا ماشيين صح، وان مثلا في خلال 10 جلسات تانيين هنوصل ل 100% تحسن. طب بالنسبه المفروض دكاتره الاكسجين تحت ضغط الخطوه الجايه اللي يعملوها ايه؟ بالتعاون اولا مع الحملات التوعيه ازاي، او ازاي يتعاونوا مع الدكاتره، ويا ترى الدكاتره اصلا متقبلين الوضع او كده ولا؟ الدكاتره حاليا بدات التوعيه عندنا توصل لمجموعات كبيره من الدكاتره. الدكاتره نفسهم بقوا يبعتوا لنا الحالات بتاعتهم، وبقوا يتصلوا بينا عشان نبعت لهم البروتوكولات. كان في حاجه حديثا في احد الجامعات ان احنا بنعمل بحث مع الجامعه نفسها على تاخر حالات الانجاب او ان عدم قدره الرحم على تقبل البيبي. دي بنعملها دلوقتي بحث مع احد الجامعات المعريقه في مصر. طبعا قبول الدكاتره لينا كطب مساعد دي مهمه جدا وكويس جدا. المشكله عندنا بس عندنا الوعي للمريض حالات اللي هو كيف يتم تحويل المرضى لعلاج بعد، او الوعي بتاعه. الوعي ان هو يكمل علاج، لكنه احنا عندنا في مصر حاجه شهيره جدا ان هو بيزهق وبيبطل علاج، وبالتالي احنا هو ده اللي احنا بنشتغل عليه مع المرضى. عندنا حالات كتير جدا جت وتقدمت في العلاج وتحسنت جدا جدا. عندنا حالات بتعرف نفسها وبتيجي بنوع من ما هو يعني ما هوش مريض، ده هو بيقي نفسه من امراض تانية. الوعي موجود واحنا لازم نشتغل عليه بصوره دائمه. شكرا جدا لحضرتك يا دكتور، حضرتك نورتنا النهارده بصراحه. موضوع جديد وشيق، وان شاء الله يكون بينا لقاء تاني نشرح اليه استخدام الجهاز والحالات بقى، يبقى معانا حالات عمليه نطبق بيها. انا سعيد جدا يا استاذ محمد بالمبيعات بتاعكم، وسعيد جدا بالمستاذه المشاهدين، وان شاء الله لينا دور تاني في المجتمع ان شاء الله. وبرضه بشكر قناه الصحه جمال والمعدين جميعا على التقارير الجميله اللي هم قدموها لنا والدكتور شرح عليها. وبكده اعزائي المشاهدين تكون انتهت حلقتنا اليوم. لكم منا كل الحب، لكم منا كل الصحه والجمال، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.